القصة الثانية يا اخواني حول الشباب. انا قلت لكم والله الشباب هداهم الله، الله يهديهم الشباب، الله يهديهم. هنا مثلا مراهقات، وهنا زلة سنع، وهنا ضغوط عليهم يا اخواني بالدوام وبالروحة والجية. هذا مرة وانا امشي مع الشارع العام، انا ماسكن ايمن الخط ولا الخط يمشي، ويسر الخط فاضي، جاهك الواحد الاشارته وراي 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 وراي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مع السيارات ماسكن ايمن الخط ويسر الخط فاضي. يمكنهم متابعين الواقع ابو صح. ما تابعوا ولا شيء، هذه مبطئه كلامي. ممكن قبل الواقع. المهم للنور للنور للنور، وانضربه وانضربه. انا مع السيارات لا اقدر اتقدم بالحيل. المهم لو والله يوم متقب الصدام اللي ورا. يا رب ستر. يا رب الله يكافي اني اتحرى ضربته. يا رب ستر. والله يوم من سقط بالصدام اللي ورا قلت ما فيه الا قدم على طول، خلي له الطريق علشان يسقط. اي والله. المهم وانا قد مشوي له والله مقعده السيارات يساري وهو يطلع، ومع طلعت له والله ما هكلمه بيده شارب من الظهر نصه واضرب القزاز من قدام. لا حول علي انا. لا حول. قلت الله يوفقك ويستر عليك. الله يجزاك خير. يعني وفق لي الله، ولا والله الحقيقه هذه تزعل الانسان. لو والله يوم تقطع الماء على القزازه من قدام، لو والله اني ما اشوف الخط. وانا شغل المساح راح طاروا. ما اسمع الا صرير كفر. خلاص انها مهمته. اي راحت هذه مهمته وانتهى. جزم مع ضغوط يا اخواني. اي نعم اي والله. يقول عاد واحد علمته بسالفه، قال اجل يمكن ابو مفتاح. قلت شلون ابو مفتاح؟ قال هذا واحد عليه ضغوط ودايم مفتاح العجل حاطه بالمرتبه على يده اليمين. اعوذ بالله. واللي ما يفتح الخط، اللي ما يفتح لها الخط مثلا يضايقه لين انه ويتوعدهم بالمفتاح هذا، مفتاح من حديد ويحطها على المرتبة قريب. يقول أراد الله أنت يا أبو مفتاح ذا، يقول سقط مع ناس ما أدري هم انضروا به أو ما أدري عرفوه. المهم هكا الواحد قام يحاده من أما راح حده من يمين وراح يسار حده من يسار. المهم يقول قطع مرات يوقف قدامه ثم عقبه ما يبي الشر هذاك. الله. رغم أنه شاب لكن رجال عطاه الله جمال وعطاه الله كبر وشجاعة، لكن هذه يا أخوان من الشجاعة. يقول لبق قدامه، قال يوم لبق قالوا يلبق وراه، أو لبق وراه أبو مفتاح ذا، قال يوم منه لبق قال وراه قالوا هو ينزل بالمفتاح. قالت ما تعرفني؟ يقول أنت أبو مفتاح ذا. يقول هو ينزل الرجال هذا مع ماسورة بجنبه. يقول يوم نزل يقول شافه الرجال ذاك أبو مفتاح كان ارتخى شوي، الرجال جبر ومعه ماسورة وهذا مفتاح. قال يا أخوي أنا فاعل خير. قال أنا عندي خبر أنك فاعل خير. قال يا أخي مفتاح العجل هذا هو لك ولا من هو له؟ قال والله الذلة رحمة وخير. وش تقول أنت؟ قال هذا لقيت المفتاح ذا وبحث عن راعيه وتالحي ترى فاعل خير. قال المفتاح مفتاحك والذلة بنت حلال والحمد لله الذي وفقك إياها، والذلة الخفية ولا الذلة البينة، توكل على الله ثم لا تعود. ولا والله يا المصورة والله انا ما خليك تعدى اليوم من الخط هذا الا جنازه، لكن انا ما بغيت اشر وسقط عليه ووقفت او كل شيء، لكن انا طالبك انك لا تعود. قال والله ما عاد اعود، المفتاح بحطه بالشنطه من اول عندي قدام وحاليا خلاص انتهيت. فيا اخواني الطيشات الشباب ذي، ومفروض الواحد انه يراجع مثل العقل ولا يطاوع الضغوط. وتراك انت شجيع ببالك وانت ضايع، يجيك واحد اشجع منك ويردك للحق. هذا رده للحق وقيل انه تعرف عليه فيما بعد وانهم صاروا انساب واخوان، فما يجي مثلا ما يجي مثلا صح الا عقب خطا. فالمسلم مثلا يا اخوان لا تعجلون على شبابنا، ترى والله فيهم خير. عرف لك واحد يقول والله اني عرفت المحاكم والشرط والمحال اللي مثل متعبه، عقب طلع لي فلان وبالاخير وين؟ صار هو امام لا اله الا الله. هداه الله واهتدى بيده ناس كثير. سلامة الجميع يا اخواني. الله يسلمك. والقصة هذه الطويلة اجيبها بعدين. الله يسلمكم. بعد الفطور. بعد الفطور. على ابو عبد الله. الله يسلمك ابو صالح.